بأداء ولا أروع نجح نجوم النادي الأهلي في إعادة الهيبة من جديد لكبير أندية مصر وإفريقيا وحامل لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة، وذلك بعد الفوز الغالي والثمين بثلاثية نظيفة على فيتا كلاب الكونغولي في عقر داره، رفعت رصيد أبناء قلعة الجزيرة إلى 7 نقاط، وأحيت الأمال بقوة في التأهل كأول المجموعة إلى الدور ربع النهائي. فوز وحيد على المريخ السوداني في بداية المشوار أعقبه خسارة مفاجئة أمام سيمبا التنزاني في دار السلام ووسط حضور جماهيري، ثم تعادل إيجابي مع فيتا كلاب في القاهرة جعلت البعض يشكك في قدرات المارد الأحمر في الصعود وتخطي المطب الصعب. رفاق المدرب العبقري بيتسو موسيماني نجحوا في ترجمة السيطرة التامة على مجريات الأمور إلى فوز ثمين وغالي بأقدام المهاجم محمد شريف وصاحب الكرة القاضية دائما محمد مجدي أفشة والجناح الواعد طاهر محمد طاهر. وأضاع نجوم الأهلي العديد من الأهداف كانت كفيلة بخروج المباراة بأكبر فوز لفريق مصري على فريق إفريقي خارج الديار في منافسات هذا الدور. الفوز الكبير والمهم أنقذ النسر الأحمر من مفترق الطرق في المشوار الإفريقي، وأصبحت الأمور ممهدة أمام تأهل مستحق إلى الدور نصف النهائي واستكمال المنافسة على بطولة الدوري المصري بجانب الحفاظ على اللقب الإفريقي.